هالي تشوفي راسك تزيرتي غيري، شوفي الله يعمل ما تشقلبي غير الكوزينه ديالك، ما تخليش نفس الشوفه اللي كتشوفي فيها في كوزينتك. كانت هاد القرعه هنا ولا ديكور هنا ولا كاس هنا، نحولو نبدل هذاك الديكور جهه اخرى ونجيب شي حاجه بلاصتو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تحياتي لكم جميعا فينما كنتو، داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الفيديو الاخير كنت قلت لكم شريت بعض المشتريات في السفريه، اكيد اللي تبارك الله متابعني راه حافظ كل كلمه كنقولها، يعني غادي معايا في الخط، تبارك الله عليكم كاملين. كنت قلت لكم بانني شريت بعض المشتريات في ديك الخرجه، وشي حاجات عطاتها لي الوالده ديالي. الا كان كيهمكم الامر نشاركهم معكم بكل فرح. لقيت تجاوب من عند بزاف ديال الاخوات اللي قالوا لي مرحبا ورينا علاش لا، لهذا لبيت الطلب. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بعض المشتريات بسيطه متواضعه قبلوا عليا وصافي، وكذلك بعض الحويجات كتعرفوا الوالدين ملي كنمشيو عندهم، ونهار اللي كتكوني ماشيه الام ديالك كتصيب ما عرفت شنو تعطيك، تهز وتخشي لك في الساك. لهذا غادي نقول الله يخلي لكم الامهات ديالكم، يا ربي يعطيهم الصحه وطول العمر، واللي توفاهم الله الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات يا سيدي يا ربي يا كريم. يا ريت ما تنساوش خصكم بنتكم لايكاتكم بالبارطاج باي حاجه جات من عندكم، سمن وعسل يا اغلى واحلى الناس. ونقولوا بسم الله على بركه الله. غنوريكم كل حاجه منين شريتها، هادو بعدا غنخليهم هاد المسائل ديال الشعار وداك الشيء اللي شريت اللي موعدكم غنشاركهم معكم، غادي نوريهم لكم. اول حاجه غادي نبدا بالمشتريات اللي شريت، عاد نجيو لهذا الشيء هكا بسم الله على بركه الله. هادو شريتهم من عند هادوك اللي كيبيعوا بخمسة دراهم، يعني مو عندي الخمسة دراهم. لقيت عندهم هاد البواطات عجبوني بزاف، رغم انهم بلاستيك، ولكن انا شوفوا دائما كنقول لكم كنجيكم نيشان، رغم ان كاين اللي غايقول لي البلاستيك غير صحي ما غير صحي، متفقه معكم. يمتى كيكون غير صحي؟ النهار اللي كيتعرض للحراره، بحال دابا ما نكبوش فيه شي حاجه سخونه ويكون عنده واحد الكونتاكت مع مع مع, مع العافيه ولا مع شي حاجه سخونه. اما ملي كديري فيه شي حاجه هكا وديري في الثلاجه راه ما كنظن غيادينا حتى شي حاجه. اللي عجبني انهم قاصحين البنات، ماشي شي هذوك اللي رهاف كيترطاو، كيتسدو مزيان بخمسة دراهم الوحده من صاقة. هما خديت ربعة وحدة راه دايراها في الثلاجة البنات، سبق درت فيها هذا، كينفعو بزاف، كتشط لك شي حاجة هكا، يشط لك الروز، يشط لك الزيتون، المهم أي حاجة كينفع. خديتهم بخمسة دراهم. خديت كذلك هذه بخمسة دراهم، هاد الكراطات هذه كنبغي نهار اللي كنبغي نغسل السراجم ديال الألمنيوم كنكرط بها الزاج زوينة، كتنظف الزاج مزيان. وخديت هذه ديال الصابون حتى هي بخمسة دراهم، كنت محتاجاها في الحمام، ديك اللي عندي طالت شي شويه. هذيك العيبه ديال الروبيني، غنشري واحد الروبين ان شاء الله هنا اللي غنشري غنشاركو معكم، اللي كيسخن ليا الماء فوق فوق الشتا، نبقاش نتعرض للماء بارد ونغسل، نبقى نغسل الماء ان شاء الله بالماء سخون. عنده هاد العيبه كتلصق هنايا في ديك الجعبه ديالو باش كتبقى تخرج لك الماء، علاش كنرشاش، بغيتي ما بغيتيهاش كتزوليها. حتى هي بخمسة دراهم خديتها صافي. هادو خديتهم من بيم، هادو هما اللي خديت من عند مانين خمسة دراهم. هنا في بيم خديت هاد جبلي، هذا لقيت برومو فيه بعشرين درهم، هو كنعرفو بان الواحد كيدير عشرة دراهم وشي حاجة، يعني شي 12 درهم هكا. المهم لقيتهم بعشرين درهم، بحال لا راه وحدة بعشرة دراهم. خديت هاد صلصة الصوجة، خديت هاد المطار كيدير 120، خديت الخل الأبيض، ها هو راه تبارك الله موجود في بيم. خديت هاد السائل ديال الصابون اللي شكروه بزاف ديال الاخوات، بغيت ناخدو ديال استيل، بغيت ناخدو زوين، كاين في الزرق الا ما بقيت عاقله، وكاين هذا ديال الزيتون، هذا كيدير 15 درهم البنات فاصله شي سنتيمات ديال اليدين. اللي عجبني اكثر هو هاد القرعه، بغيتها ملي سالي ليا من هاد الصابون سائل، كتزوينه وعمليه، كتعاودي ديري فيها شي سائل اخر الا شريتي او لا، المهم كتعاودي تستعمليها. هنا خديت هاد ديستو، هذا اللي كيتقام اقتصادي، وانا كنمشي لبين كناخذو، خديت جوج في مره حيت نقول لكم راه ديما الحاجه بعيده عليا، انا ما عنديش بيم هنايا خصني نمشي حتى للمدينه، كناخذ هكا. كتعرفوا استهلاك المواعن راه يوميا كنغسلو المواعن. خديت جوج، واحد غنخليه احتياط، واحد غنبدا نستعملو حتى يسالي. هذا كيدير 11 درهم وشي حاجه، ها هو كيدير 11 درهم و90، نقولو 12 درهم. هذا فيه كيلو كيتقام اقتصادي على الاخرين اللي كيديرو من 13 من 5 من 300 ريال الفوق، هذا كوميم كيبقى وريحته زوينه ورطيطه على اليدين. هادو خلاص غير هادوك
بموات ديال الدراري. هنا خديت هاد الكوطون تيجا البنات كيدير 7.5 دراهم، ما عنديش كنت محتاجاه. وهنايا خديت هاد لانجيت بحال هكا، انا ما عنديش وليدات صغار يعني باش نحتاجو يعني تربيه صغيره، وانما كنحتاجو بزاف هكا كتعرفوا كيتحتاج بزاف تنظفي بيه تمسكي بيه شي حاجه كيتحتاج لانجيت ضروري. هذا كيدير شحال؟ كيدير 15 درهم، هذه 300 ريال. وهنا مشيت على واحد الصابون في بيم اللي تقطع قال لي ما بقاش ديال ايسيل حتى هو، نفس لا مارك ديال هادي زوين ولكن قلبت عليه ما لقيتوش. خديت هذا شكروا لي زمزم، خديته حتى هو بشحال 15.90 درهم، قولي 16 درهم، 320 ريال. خديت هذا السكر كلاصي راه موجود عندهم البنات كيدير 5.40 دراهم، فيه نص كيلو بحال هكا زوين. وخديت هاد لي باركات اللي زوينين البنات وعمليين للمجمد، واختاروا هادو اللي كيكونوا البنات قاصحين، حيت كاينين هادوك اللي كيكونوا شويه رطبين دغيا كيتهرسوا ليكم، هادو شويه نوعا ما البلاستيك ديالهم قاصح. هكا فيها 25 بياسة، ها هي ديتها البنات ب 95، قولوا 26 درهم، نيشان 26 درهم فيها هاد 25 بياسة. زوينين، كينظموا لكم المجمد مزيان مزيان، انا غنوريكم المجمد، انا عندي ديجا دايره فيهم وتشوفوا كيفاش الشكل ديالهم. هانتوما البنات شفتوا زوينين بزاف، ما كيخطوش لي سباس، كديري فيهم بحال هكا شي فوق شي، ما كيخطوش لك بلاصه وباقي فين يتخشى انت الخير والبركه. ها هما كتنظفي كديري فيهم القياس ديالك وصافي، من بعد كيجيوك ساهلين. ها اللي كتبغي كتجبدي غير وحده بوحده، وين هو انك كتستعمليهم عده مرات كتعاودي تغسليهم وتستعمليهم مره اخرى. المهم الميزه هو انه كينظم لك المجمد بحال هكا، وكيجي ما كتجيش ديك الميكات غير مرمر، ما يجيش الشكل ديالهم خايب في المجمد. ديك من بيم خديت هاد لاطا البنات، راه كانت في وسط العرض ديال نهار العروض اللي كتكون نهار الثلاث، كدير 50 درهم البنات. ها هي خديتها 1000 ريال، عجبتني هكا، ولكن هي كتصورين فيها البيتزا والبايلا. البايلا نقدر نقولوا انها تجي فيها، ولكن البيتزا ما كنظنش، علاش؟ لانها خفيفه البنات. انا خديتها هكا غير بحال دابا كريسات ولا شي حاجه الفران، ما بقاش عندي لاطاس كلهم قدامو، لقيتها هكا على قد جهدي ب 50 درهم، يعني في المستطاع خديتها، قلت هكا نبقى نستعملها في الفران اي حاجه نطيبها فيها. هادشي اللي كاين. وهنايا ندوز معاكم الشيء اللي عرضت الوالدين، الحاجات اللي تتعطيك الام ديالك. مسكينه لقيت عندها واحد الكميه كثيره ديال العدس، ها هي، وكتعرفوا حنا دابا على مشارف ان الصيف غادي يدوز وغادي نبداو ان شاء الله البرد، كنحتاجو فيه قطنيه، عطاتني كميه ديال العدس الله يعطيها صحتها. كذلك عطاتني الشوفان، ها هو راه بكيه البنات باقي ما يموت حتى 2024. ها هو الشوفان البنات هنايا اني كنقوبه، كنحتاجو هكا تنعطي لوليداتي، حتى انا ملي كندير السبور كيعجبني مور السبور ناكلو مع الحليب. عطاتني مسكينه هذا البريق، ها هو باقي جديد، انا اللي عجبني هو انه ما فيهش ديك الصفايله، يعني حتى ملي كتبغي تنظفيه كيسهل عليك. هنايا ما فيهش ديك الشبكه، الشبكه يمكن تخليكش تنظفي هذا الكعبوب ولا العنبوب ولا اش كيقولوا لي. وعطاتني هذا المول ديال الكيك كبير، كذلك ديال المقادير ديال جوج كيكات. هي مسكينه دابا حيت بقات غير هي والاب ديالي في الدار، قالت لي بنتي واش انا غادي ندير كيكه قد هكا وحنا غير جوج ديال الناس، غير محطوط، قالت لي خذي انت هكا عندك الوليدات كديري الكيك وهداك الشيء وليدات. كذلك عطاتني هذا الطبق، هذا بحال شكل الميدونه، بحال شكل الميدونه زوين هذا، حيت انا كنحتاجو، هي ما كتستعملوش بزاف غير محطوط، انا كنحتاجو نهار كنكون دايره مدهوصه فيا مثل البرد ديال الحرشه، كنبغي نحط فيها الحرشه هكا على منيدين ونجلس نفرتت على خاطري. هادشي باش عجبني وخديته. كذلك عطاتني هاد الشبكه، فاش كتحتاج نهار اللي كتكوني مثلا شاريه 3-4 ديال الدجاجات وكتغسليهم مره كتبغي تسقطريهم، كتحطيهم هنايا في دقه وكتخليهم يتسقطروا، الله يعطيها الخير ويعطيها صحيحتها. كذلك عطاتني هاد البوطه، هي باقا جديده، هادو اللي كنحتاجو في الثلاجه ضروري، هادو هما فيها جوج بلايص. عطاتني هاد الطبيق هذا هكا بحال هكا، عطاتني هاد الشبيكات هادو باقيين جداد، ها هما هكا تبغي ديري فيهم منيدير وتحطي عليهم الخبز هكا غير بيناتنا حنا هكا ماشي الضياف زعما، المهم غير في استعمالنا اليومي كنحطو فيه الخبز ولا الباكيت مقطع ولا في الفطور. كذلك مسكينه عطاتني هاد البواطه، هي باقا جديده ما استعملتهاش مره، هادو اللي راك اكيد شفتوهم فيهم هاد ثلاثه د البواطات كديري فيهم اللي بغيتي، ما بغيتيش كتحيديهم كتستعملي هاد البواطه هادي، يعني متعدده الاستعمالات اللي بغيتي.
هادشي علاش ما قدرتش نقول لك ثم الثمن ديالهم حيت ما عرفتش. كذلك مسكينه عطاتني هاد جوج بانيوات هما باقيين جداد الله يعطيها الخير يا ربي. ها هما ما كاينش شي مطبخ مغربي شعبي، ركزوا لي على شعبي، ما فيش البلاستيك باش هنا نكون رديت رد قوي على اللي كيقولوا لي البلاستيك وما البلاستيك وانا ما عنديش بلاستيك وما عليك انت غير البلاستيك و و و و غنقول ما كاينش شي دار ما فيهاش بانيوات. قولوا لي فاش كتغسلوا دجاجكم، فاش كتغسلوا الحوت، فاش كتغسلوا. هذا الكلام موجه لاصحاب تعاليق من هذا النوع هذا. وبانيو ها هو كبير او هادو عندنا نغسلهم تبارك الله. ما كاينش شي دار ما فيهاش البانيو، هذه من الرابع المستحيلات. وهنايا غنجي معكم لاخر حاجه وهي هذوك المشتريات اللي شريت ديال الشعار وداك الشيء. كذلك عطاتني واحد السطل، ها هو البنات راه غطيته، هذا اللي كنديروا فيه السفوف وداك الشيء. انا جبته هكا باش ندير فيه الطحين ولا السميده، ولا كتعرفوا بان ملي كنطحن الزرع كتخرج لي منه هالنخاله هالطقاطه هالحمراء هذا بغيت نقول هالسميده هالدقيق، خاصني كل حاجه نديرها بوحدها. هنا من عند العطار خديت هذه بيكربونات كنحتاجها البنات، راه هي ب3 دراهم. هذه خديت هاد القرعه ديال زيت الكوكو. كتعرفوا باننا كيف قلت لكم حنا دابا الصيف يعني في النهايه ديالو، غتبدا الدخول المدرسي، غتبدا هذا الشعر ديالنا اكيد ضرر. الا ما ضررش من البحر ومن لابيسين، ضرر من الاشعه ديال الشمس. بغيت هكا نرجع نعالج شعري وشعر بنتي بهذا الشيء اللي غنشري. غنحتاج زيت الكوكو. هنايا شنو خديت اوراق الصدر البنات، غادي نحتاجهم في الخلاطات اللي غنشاركهم معكم، غادي تشوفوهم معايا الشعر ان شاء الله. هنا خديت زريعه البصله، ها هي كتبها ليا هنا حيت كتشابه مع الحرمل. شوفوا المقاعد ديال الحرمل تشتت ليا هنايا، ها هو حتى نجمعوا. قلت له باش نعقل عليهم كتب ليا فيها زريعه البصله. ها هي البنات غنوريها لكم زوينه، ما نعاودش لكم على زريعه البصله البنات شحال زوينه للشعر. ها هي كحله كتكون، ها هي شتو هذه زريعه البصله. كذلك هادشي غادي نحتاجو في الخلاطات اللي تندير لشعري. الحرمل ها هو وريته لكم تشتت ليا هنايا. هذه شنو هذه اوراق الريحان حتى هي غادي نحتاجها. غادي ندير واحد السيروم، غندير بحال شكل السيروم هو للشعر. كطشطشيه كطشطشيه في شعرك واخا ما تغسليش، كل نهار ديريه كيقوي الشعر. والمفاجاه هو انه كيحبس التساقط ديال الشعر. غادي نشارك معكم ديريه بلا ما تبقاي تغسلي. مثلا كل نهار ترشي الفروه ديال راسك هكا بواحد البخاخ اللي فيه هادشي اللي غندير. هادو غير اوراق سيدنا موسى شريتهم بغيتهم. هادشي اللي كاين البنات تقسمته معكم، اللي عطى الله هو هذا. اختكم درويشه وبنت الشعب وكتمشي على قد جيبها وعلى قد المستطاع ديالها. مشتريات جد بسيطه لاي وحده مغربيه في دارها ممكن تشريهم، ماشي شي حاجه اللي واو هاي. انا اللي كاين تنقولوا لكم كاين قليل، كنقول لكم قليل، كاين كثير تنقول لكم كثير. هادشي اللي قسم الله البنات وريتو لكم، ما خزنت عليكم حتى حاجه وربي شاهد. كذلك نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بالبارطاج، كيف كنقول لكم دائما كتشجيع منكم. والله البنات الا كنفرح ملي كنتقاسم معكم شي حاجه اللي هكا كتكون مثلا هكا شخصيه جبتيها للمطبخ ديالك ولا هذا وكنتقاسمها معكم. هذا الا وانني كنحس بكم عائلتي الثانيه، وكنحس بكم بانكم ناس قراب ليا. قولي يا صاحب بركه حبسي من الهضره. غادي نقول لكم هنا الفيديو ديالنا سلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو قادم ان شاء الله مع الف الف. قبل ما ننسى، بزاف ديال الاخوات قالوا لي تبارك الله حسينا بك بانك رجعتي حيويه ونشيطه وهذا من بعد ديك السفريه وداك الفيديو اللي قلت لكم ديال ضروري خصكم التغيير. غنرجع وغنركز وغنعزز كلامي وغنقول لكم ضروري 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 من التغيير. نهار اللي تشوفي راسك تزيرتي غيري. شوفي الله يعمل ما تشقلبي غير الكوزينه ديالك، ما تخليش نفس الشوفه اللي كتشوفي فيها في كوزينتك. كانت هاد القرعه هنا ولا ديكور هنا ولا كاس هنا، نحولو نبدل هذاك الديكور جهه اخرى ونجيب شي حاجه بلاصتو. غيري غيري غيري، ما تخليش نفس الشوفه اللي كتشوفيها في دارك تشوفيها يوميا. هذا اضعف الايمان. يلا البنات ما سخيتش بكم والله، ولكن الى فيديو قادم مع الف سلامه.